في إطار بسط الاستقرار والحفاظ على ممتلكات الوطن والمواطنين وتنفيذا لمخططات القيادة الموضوعة لهذا الغرض، تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقسنطينة من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية متكونة من 5 أشخاص، من بينهم قاصر تتراوح أعمارهم بين 16 و35 سنة بتهمة سرقة المنازل، حيث تعود حيثيات القضية إلى تقدم أحد المواطنين رفقة زوجته إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بميدان لتقديم شكوى مفادها تعرض منزلهم للسرقة من طرف مجهولين، أين أكدت الزوجة سرقة حليها من المعدن الأصفر تفوق قيمته المالية 200 مليون سنتيم. على الفور تم تنشيط عنصر الاستعلامات وتكثيف الأبحاث تحت إشراف قائد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بيزيغود يوسف، أين تم تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم بحي مسلف عمار بلدية بن حميدان واقتيادهم إلى مقر الفرقة لاستكمال الإجراءات ومعرفة مكان تواجد المسروقات. أسفرت العملية عن توقيف 5 أشخاص من بينهم قاصر تورطوا في الجريمة، مع استرجاع كافة المسروقات في ظرف وجيز لم يتعد 3 ساعات، مع تحرير ملف قضائي وتقديم المشتبه فيهم 5 أمام الجهات القضائية.